باخد لقطة. اه ماشي. وشاور بقى على هناك. باخد لقطة فوق 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 كده زي ما انت شايف. وبعد كده انزل اخد الحدث من تحت كمان. بصي زي كده. في مشهد زي الطياره دي مثلا. ما تلعبش يا حبيبي. في مشهد زي الطياره كده، اروح واخد الطياره. المفروض دي بتامن الاجواء بالظبط، بنقل منها، بنقل كل ما يدور في المشروع، كل ما يدور، اجراءات التامين، الطيران. يعني كان في مشهد انا نقلته ليه؟